زمان كنا لما نشغل جهاز العاب مباشرة تشتغل اللعبة اللي حاطينها، ما كان في شيء اسمه نظام تشغيل وقوائم وغيره. وإذا تبي لعبة جديدة الله يهينك تروح السوق وتشتريها من المحلات التجارية. الآن الوضع تغير بالكامل، الأمور صارت رقمية، صارت أجهزة الألعاب فيها أنظمة تشغيل وتسوي أشياء كثيرة، وصرنا نقدر نشتري كل الألعاب عبر شبكة الإنترنت ونحملها ونلعبها بدون ما نطلع برا البيت. كيف بدأت المتاجر الرقمية ومن أول من سواها؟ كيف تطورت عبر السنين ووصلت للشكل اللي نشوفه الآن؟ كل هذا وأكثر بنشرحه في هذا الفيديو الجديد الرهيب والحماسي. قبل ما نبدأ أضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس. معاكم فهد الشيحة وخلونا نبدأ. بدايتنا بتكون في الثمانينات قبل ما يصير في انتشار كبير للإنترنت. كانت طريقة الأمثل للحصول على الألعاب هي عن طريق النسخ الملموسة، بحيث نروح للمتاجر في السوق ونشتري الشريط منهم. لكن هذا ما يعني إنه ما كان في طرق أخرى. مثلاً كان في بعض الشركات تقدم خدمات نشر إلكتروني للألعاب، وواحدة من هذه الشركات اسمها Game Line، وكانت تسمح للاعبين من أصحاب جهاز أتاري 2600 أنهم يستخدمون شريط مخصص للاتصال عبر خط الهاتف إلى سيرفر خارجي، ويقدرون عن طريقة يستأجرون الألعاب من مدة 5 أيام إلى 10 أيام. للأسف رغم أن الفكرة رهيبة وسابقة وقتها، إلا أنها توقفت بعد إفلاسها اللي ما كان فيه مفر منه، وهذا لعدة أسباب منها انتكاسة سوق الألعاب في 1983. مين كان يعتقد أن أول متجر إلكتروني كان في بداية الثمانينات؟ عموما بعدها ظهرت شركة جديدة في الساحة تقدم خدمة توزيع الألعاب، وهذه الشركة هي العملاقة نينتندو. وقدمت الشركة فكرة مميزة جدا وقتها بأنها وزعت في أماكن مختلفة حول اليابان جهاز خاص جدا. هذا الجهاز يستفيد منه ملاك جهاز العائلة أو الـ NES، واللي اشتروا أيضا طرفية فاميكوم ديسك سيستم. وطريقتها أنك تجيب معاك شريط مخصص وتدخله في الجهاز اللي وفرته نينتندو في متاجر عدة حول اليابان، ويقوم هذا الجهاز بتخزين لعبة معينة داخل الشريط اللي أنت جبته، وبعدها تقدر تحتفظ فيه لمدة لا نهائية عكس الأتاري. وكانت المبلغ اللي تدفعه كل مرة تجي تخزن لعبة جديدة وتمسح القديمة هو 500 ين أو ما يعادل 12 ريال تقريبا. واستمرت هذه الخدمة المميزة في العمل في اليابان من 1987 إلى 2003، وحينها ألغيت الخدمة بشكل نهائي بعد ما خدمت اللاعبين في اليابان لسنين طويلة. والآن ننتقل إلى التسعينات. وقتها كانت بداية ظهور أجهزة الألعاب الجديدة ومنافسين جدد في السوق. من أقوى المنافسين وقتها كان سيجا، واللي عرفت تاريخيا بحبها للابتكار. سيجا بدأت خدمة نشر ألعاب إلكترونيا باسم سيجا ميجانت وسيجا شانل. كانت فكرتها أنها عبارة عن جهاز مودم صغير تشبكه في جهاز الميجا درايف، ويسمح لك بالاتصال بشبكة سيجا الخاصة وتحمل ألعاب عن طريق دفع مبلغ اشتراك شهري رمزي كان حوالي 800 ين أو ما يقارب 19 ريال وقتها، وراح تفتح لك مكتبة ألعاب تضم أكثر من 40 لعبة متنوعة. إذن هذه كانت أول خدمة توزيع ألعاب مدفوعة مسبقاً وقدمتها سيجا. طبعاً المنافس الرئيسي نينتندو ما جالس يتفرج، وقدمت فكرة مشابهة باسم ساتلايت فيو، وعبارة عن جهاز كان يتثبت تحت السوبر نينتندو، وعن طريقه تقدر تتصل بالشبكة وتحمل الألعاب اللي تبيها من سيرفرهم الخاص. الآن خلونا نتكلم عن عالم الكمبيوتر الشخصي PC والأفكار طلعت فيه. مثلاً كان في خاصية الشير وير، وهي طريقة نشر مميزة وسوينا لها فيديو مخصص تقدرون تشوفونه في القناة، لكن بذكرها بشكل مختصر هنا عشان تكون عندكم فكرة عنها. الفكرة أن مطورين الألعاب في السابق كانوا يستخدمون مجلات الكمبيوتر ويرفقون معها ديموهات الألعاب الخاصة فيهم، ومعظم هذه الديموهات تكون بالفعل ألعاب كاملة لكن ما تفتح بشكل كامل إلا بعد إدخال الرمز السري واللي تاخذه عن طريق المطور، واللي بيعطيك الرمز لما تشتري منه اللعبة عن طريق الهاتف. نستمر مع PC، بحيث في عام 2008 ظهرت خدمة نشر ألعاب إلكترونية باسم Impulse، وكانت عبارة عن خدمة تسمح بشراء الألعاب وأيضا تحميل ملفات التحديث لها. وفي عام 2011 تم الاستحواذ عليها من قبل متجر GameStop الأمريكي الشهير. وشهد سوق PC متاجر إلكترونية كثيرة مثل أمازون ودايركت تو درايف، لكن أشهرهم بكل تأكيد هو ستيم. هذا المتجر تم إنشاؤه في 2004 من قبل شركة فالف، لكن وقتها كان متجر صغير وفقط لبيع ألعاب شركة فالف. طبعا لاحقا فتح ستيم أبوابه للمزيد والمزيد من الناشرين والمطورين، وأصبح سوق مفتوح للألعاب على منصة PC. واليوم يحتوي المتجر على ما يقارب 40 مليون مستخدم، وأصبح يمثل 50% إلى 60% من سوق الألعاب الرقمي الخاص بمنصة PC. من الأمثلة الأخرى موقع جوك اللي انطلق عام 2008 بغرض نشر الألعاب القديمة والكلاسيكية المشهورة مثل مونكي آيلاند وغيرها. وميزته كانت أن ألعابها فيها أي نوع من أنظمة الحماية DRM، والموقع مملوك من شركة CD Projekt، هم نفسهم مطوري سلسلة The Witcher الشهير وسايبر بانك 2077. نرجع مرة ثانية لأجهزة الكونسول. في عام 2005
انطلقت خدمة اكس بوكس جيم ستور على جهاز الاكس بوكس 360، وكانت تضم مكتبة العاب كثيرة. في عام 2006 لحقتها بلاي ستيشن، واطلقت بلاي ستيشن ستور على جهاز بلاي ستيشن 3، وايضا كان يضم مكتبة العاب كبيرة. في الوقت الحالي صار كل ما يصدر جهاز جديد لازم يكون فيه متجر الكتروني لبيع العابه، بل وصلنا لمرحلة صارت الشركات تنزل اجهزة العاب تكون رقمية بالكامل، وتسمح فقط بشراء وتحميل العاب رقميا مثل جهاز الاكس بوكس 1 اس نسخة الديجيتال. من المعلومات الرسمية اللي شفناها مؤخرا، حتى اجهزة الجيل القادم مثل بلاي ستيشن 5 راح توفر منها نسخة رقمية بالكامل ما تحتوي على منفذ لإقراص بلوري. حاليا نعيش تحول رقمي كاملا، ونشوف كيف كل سنة الشركات تعلن أن نسبة المبيعات الرقمية لألعابها في تزايد مستمر، بل وصلت لتجاوز نسبة 50% وصارت تمثل النسبة الأكبر. المتاجر الإلكترونية للألعاب والنسخ الرقمية سهلت حياة الناس بشكل كبير، بحيث صار الجميع يقدر يحمل الألعاب قبل موعد صدورها. بمجرد حلول موعد صدورها يقدر يبدأ اللعبة فيها مباشرة، وما حد الآن صار يشيل هم هل اللعبة وصلت السوق أو لا، وهل في نسخ كافية أو لا، وهل بيزيد سعرها لأنها نادرة. كل هذا اختفى مع متاجر الألعاب الرقمية. لكن من العيوب في المقابل هو عدم إمكانية إعارة الألعاب لأصدقائنا أو بيعها مثلا بعد الانتهاء منها. هل أنت من محبي التحول الرقمي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك يا أروع متابعين. شكرا للمتابعة، مع السلامة.